أدان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد دينا ستيفن فيجن اقتحام واعتداء ميليشيات الحوثية الإرهابية لمنازل الطائفة البهائية بصنعاء في الخامس والعشرين من مايو والذي أسفر عن الإخفاء القسري لما لا يقل عن سبعة عشر شخصا أكد السفير الأمريكي وقوف ودعم واشنطن مع الشعب اليمني وحقه في التعبير عن رأيه